سلام، رجعت لكم اليوم في اون نوفيل فيديو اللي غتكون واحد لا فيديو تقريبا بحال لا فيديو اللي درناها قبل في لاشين. دونك غنبقاو ماشيين في لو ميم تيم. هاد النهار واحد القصه غتكون فريمون زوينه، انا عجبتني و فيها تشويق بزاف. دونك جيسبر تعجبكم تنسوما وفرجه ممتعه. بقاو معايا في الفيديو. هنا غتبدا لو 21 نوفمبر 1971 اللي هو واحد النهار كيسبق واحد العيد. هو واحد عيد الشكر بامريكا، سميتو ثانكس جيفن. دونك كان واحد الراجل غريب، واحد الراجل غامض يمكننا نقولو، سميتو دان كوبر. هاد دان كوبر مشى للمطار باغي يسافر. دونك غيسافر غير في امريكان. دونك مشى يقطع التيكي ديالو. لو تيكي خداه ب 20 دولار. دونك الشركه نتاع الطيران سميتها نورث ويست ايرلاينز. دونك كان هو متجه، هو كان في ولايه، كان هو في بورتلاند وكان باغي يمشي، كان هو في بورتلاند وكان باغي يمشي لسياتل، واحد وكاينه في ولايه واشنطن. دونك قلت لكم تيكي كان 20 دولار في ديك الوقت. صافي خدا لو تيكي ديالو ب 20 دولار. وكان الشكل ديالو، الحوايج ديالو، لابس واحد لو كوستوم نوار، داير عليه واحد لافيست امبيرميال طويله وثقيله في الكحل حتى هي، لابس واحد لا شوميز بيضاء وواحد لا كرافات كحله. خصكم تعقلوا بزاف على هاد لا كرافات حيت مازال غنهضروا عليها في الفيديو، دونك مهمه بزاف. ولابس في رجليه واحد صباط ماغون، وهاز في يديه اون فاليز كحله، وفي الجيده الاخرى هاز واحد الساشي تاع الورق عادي. دونك ديك الوقيته ما كانوش فريمون كيقلبوهم في ديك لي زاني 1971، سورتو مين كان كيسافروا غير من ولايه لولايه في امريكا. ما كيقلبوهمش، ويمكن لك كاع ما كتعطي حتى لا كارت ناسيونال ديالك لا والو، ما كتعطي حتى حاجه لا الباسبور لا حتى حاجه. دونك كتسافر بمجهود سميه، بحال غنقولوا غنسافروا سوا في لي بوس وصافي. دونك ماشي كيعطي سميتو الهويه ديالو ايتو كاين. دونك ممكن يعطي غير السميه المصطنعه ديالو ماشي مشكل. دونك هو عطى السميه، كان مقطع بواحد لو تيكي سميه فيه دان كوبر قلت لكم. دونك قلت لكم ما كيقلبوهمش، ما كانوش كي مقلبوا ني لا فاليز ديالو ني لو ساشي. ما يقدر يكون في لا فاليز كاين تما سلاح، يقدر يكون قنبوله، ولكن ما كيقلبوهمش. دونك طلع عادي، طلع الطياره ديالو. دونك لو فواياج كان غير استغرق تقريبا 30 مينوت. كانوا الناس اللي في الطياره قلال، كانوا يمكن 36 راكب. دونك ما كاينش مشكل في هذا الشيء. موظفات الطياره لي زوتيس دو لير كيعاودوا بلي ان ديك الراجل فريمون كان غريب. دونك كان بحال يتسايق في راسو، صافي جا جلس بحال جلس في بلاصتو عادي. دونك رجل على رجل جبد لا سيغاريت ديالو كيكمي. ديك الساعه كان عادي تكمي في الطياره، ما كانش مشكل. دونك بس كيكمي عادي وعيط، بغى واحد الكول، المهم واحد الكول، واحد نوع تاع الشراب طلبو جابو ليه، وجالس حاط رجل على رجل وكيكمي عادي، ما كانش مشكل في هذا الشيء. دونك واحد الوقيته غدوز حداه واحد لوتيس دو لير، غيعيط ليها وغيعطيها واحد لو بتيمو كتبو في ورقه وعطاه ليها. دونك غتاخدو لوتيس دو لير، مي غتاخدو ما غديهاش فيه، غتقول يمكن باغي دراكيها ولا. دونك صافي خلاتو حطاتو ابار. دونك هاد دان كوبر مين شاف المرا ما داتهاش فيه، شنو دار؟ مشى نط عندها وقال ليها في ودنيها خصكي ولا بدا تقراي ديك الورقه حيت عندي قنبوله في لافاليز. دونك ديك المرا تخلعات، لوتيس دو لير تخلعات. دونك مشات عندو مضيفات الطيران وحل لافاليز، وفريمون وراها هاديك الشيء. كتعاود بلي انهم كتلقى تما شي حدايد نتاع الحديد ولا النحاس ولا ما نعرفتش مع الخيوطه. دونك الناس فريمون راه الراجل كيهضر بصح، وعندو قنبوله في لافاليز ديالو. دونك قالها عندي شروط، بحال ما نفركعش ديك القنبوله، عندي شروط، عندي واحد الشروط بغيت كيدخل ليهم الكابيتان تاع الطياره، ولا بغى فريمون استجب للشروط ديالي دونك ما غتفركعش القنبوله. سي فري مشات عند الكابيتان تاع الطياره، الكابيتان تاع الطياره عيط للشركه تاع الطيران وقال لهم شنو واقع وشنو واقع. دونك قالوا له يقول لهم الشروط ديالو، شنو كانت الشروط نتاع دان كوبر. دونك الشروط نتاع دان كوبر كانت 200 ألف دولار،
ويكون واجد 200,000 دولار يحطوها له في واحد لو بتي ساكادو، دونك يلقاها واجده في تي ساكادو 200,000 دولار. دونك راه كان عدد كتير في ديك الوقيته. دونك 200,000 دولار بغا 4 باراشوت، 4 لي باراشوت زائد كميه البترول اللي تكفيه تعاود يشحن بها ديك الطياره. دونك فريمون استغرب الكابيتان مع هادشي، استغربات الشركه تاع الطيران مع هاد لي كونديسيون لي عطاوهم، مع هادشي لي طلب لهم. دونك عيطوا للاف بي اي، دونك صافي وفروا له داكشي، قالوا له غنوفروا لك داكشي. دونك قلت لكم الوقت لا دوري نتاع السفر قليله، نورمالمون غير 30 مينوت، ولكن على ما وفروا له داكشي استغرقات ثلاثة سوايع وصلوا لمدينة سياتل اللي كاينة قلت لكم في ولاية واشنطن، وبقاو ثلاثة سوايع وغير هما فوق لايغوبور، في ديك جهة لايغوبور كيطورو، كيطورو فوق جهة لايغوبور كيطيرو، على ما وجدوا له ديك الشيء اللي بغا عاد هبطوا بحال ما يخلعوش الركاب، قالوا لهم حقا كاين واحد لو بروبليم في لايغوبور، على ما يصلحوه ونهون هبطوا ديكوليو تو سامبلومون. دونك شنو هو هاد دار كوبر؟ كان فريمون انتيليجون. دونك شنو طلب لهم؟ طلب لهم كان داك الساعه الظلام، وصلوا في الظلام، دونك طلب ليهم بانهم ما يطلعوش الريدويات نتاع السراجم، دونك يبقاو كلهم هابطين بحال ما يشوفوش شكون اللي هابط وما يعرفوش، ماشي يكونوا موجدين له شي واحد يقتلو ولا هو هابط من الطياره. دونك قال لهم السراجم يكونوا لي ريدو ما يبقاو هابطين، وقال ليهم ما يشعلوش الضواو، دونك الناس يهبطوا في الظلام. سي فغي هبطوا الناس، وبقى هو وبقى الفريق العمل نتاع الطياره كله في الطياره، دونك بقى دان كوبر وفريق نتاع العمل نتاع الطياره كلهم في الطياره. وفريمون جابوا له الساك اللي قلت لكم فيه 200,000 دولار زائد 4 لي باراشوت، 4 بالضبط لي باراشوت، وزيد عليها البترول باش عاودوا عمرو الطياره مره اخرى بحال تقدر تسافر مره اخرى. دونك كانت هذه ديال الشروط نتاع دان كوبر، وقبلوا له الشروط ديالو، وغي تاجه دابا في واحد الرحله اخرى. دونك غيطلب غيطلب منهم يعاود يديوه المكسيك، دونك غيديوه يطلب منهم يديوه المكسيك، وما غيقولهمش فريمون اين بلاصه يدوزهم اين طريق وصافي، غيقول لهم ديوه المكسيك منين ما يبغى يدوز، نقول لهم يديوه المكسيك وماشي طهم منين يدوزو ديك الشيء. دونك قال لهم يدوه المكسيك وصافي، البيلوت يدير خدمتو، وعطاهم لي كونديسيون انهم ما يفوتوش 10,000 با نتاع العلو، واللي هو واحد العلو صغير بزاف، ويمشيو بواحد السرعه بطيئه جدا، دونك يمشيو بواحد السرعه منخفضه بزاف، وما يفوتوش 10,000 با. قلت لكم 10,000 با قليله بزاف في الارتفاع في العلو، قليله بزاف 10,000 با. دونك كانت هادشي فريمون غريب. الاف بي اي كانت موجوده جوج طيارات عسكريه تابعينهم من اللور، لي مرض لهمش في البال دان كوبر، حيت اصلا قلت لكم كان ظلام، حيت وصلوا في الليل كان ظلام، وزائد كانت داك النهار مغيم وكطيح الشتا، دونك اصلا ما رد لهمش البال، وحتى الا كان رد لهم البال داير لي بلان ديالو. دونك صافي في لو فواياج مي كانوا داينو المكسيك، كانت داك الساعة 8 نتاع الليل، دونك غيطلب من لي زوتيس دو لير وليكيب كلها الطيارة ما تبقاش معاه في ديك البلاصة اللي كاين فيها هو، يقول لهم يمشيو ويخليوه بوحدو. دونك هذاك الشيء اللي داروه مشاو خلاوه بوحدو، دونك بقى دار كوبر بوحدو في ديك البلاصة. واحد الوقيته كيحس البيلوت بلي ان الطيارة وقع فيها شي خلل، الباب اللي كيهبطو لي فواياجور نتاع الطيارة محلولة تحلات، وديك الساعة كانت هاديك الباب ديال الطيارة النوع نتاع ديك الطيارة الباب كيتحل من التحت، دونك الضغط نتاع الطيارة ولا ما مكونتروليش مزيان. دونك مشاو لي زوتيس دو لاغ يشوفو واش بصح مازال دان كوبر واش هو اللي حل زعما الباب وهرب، ما كيلقاوش، كيمشيو يقلبو على دان كوبر ما كيلقاوهش، وما كيلقاوش لو ساك، ما كيلقاوش لي باراشوت، وما كيلقاو حتى حاجة كتربط بسرب دار كوبر، وظنوا انه فريمون نقص، ويمكن اه فريمون نقص حيت ما كان في حتى بلاصه. دونك دا معاه لو ساك اللي فيه 200,000 دولار، نقص بجوج لي باراشوت، وحده جوج وحده مخليها سوكور،
ودا معاه لافاليز ديالو، ودا معاه كل شيء ديالو، ما خلات حتى اثر عليه، ما خلات ديك الوريقه ديك لو مو اللي كتبوا لوتيس دو لير، ما خلاش. الحاجه الوحيده اللي خلاها في الطياره هي لا كرافات الكحله ديالو، دونك نقز من الطياره. وسكي بيزار حتى ديك الطيارات العسكريه اللي قلت لكم كانوا تابعينه من اللور ما شافوهش منين نقز، حيت اصلا كان ظلام وكانت كطيح الشا، دونك ما ردولوش البال. دونك نقص في واحد البلاصه جايه بين سياتل اللي قلت لكم المدينه اللي مشى لها، نقص دانكوبر في واحد الغابه جايه بين سياتل واحد المدينه سميتها رينو كاينه في ولايه نيفادا، نقص داك الساعه نقص في ديك الغابه. دونك الاف بي اي قبل ما يوجدوا له الفلوس نتاعو اللي قلت لكم 200000 دولار، خداو الارقام التسلسليه ديالها. علاش؟ بحال اوكا او استعملها غيعرفوا شكون هو هذا اللي داير هاد الفضيحه كلها في الطياره، واللي داير هاد الرعب هذا وطالب هاد لي كونديسيون هادو راه مجرم. دونك خداو الارقام التسلسليه نتاع الفلوس، دونك اوكا او استعملوهم غيعيطو كوم كوا راه الفلوس كطو، يعرفو شكون الراجل اللي كيستعمل الفلوس. دونك خداو الارقام التسلسليه نتاع الفلوس، لا كرافات ديالو بغاو زعما داك الساعه ما نفعاتهم في حتى حاجه، حيت في ديك الوقيته ما كانش ديك التحاليل تاع الحمض النووي تاع الدي ان اي وديك الشيء، دونك ما كانش العلم متطور. دونك خلاو لا كرافات ديالو ابار ما نفعتهم فالو، ما لقاوش فيها بصمات ما نفعتهم فالو، خلاوها ابار دونك ما نفعتهم في حتى حاجه باش يعرفوا شكون هو هاد دان كوبر. دونك داز 9 سنين، 1980 واحد الوليد عنده 10 سنين غيكون كيحفر حدا واحد الواد، ديك المنطقه قسميتها لويس. دونك غيكون كيحفر حدا ديك الواد وغيلقى 5800 دولار قديمه بزاف، سو فورم تاع 3 تاع ربطات تاع الفلوس. دونك 5800 دولار سو فورم تاع ربطه. دونك غيلقاها وغيكون هو وبابا في ان فواياج خارج هو وبابا. دونك غيلقى ديك الفلوس فريمون قديمه ومتقطعه، قديمه بزاف الفلوس. ومين غيشوفوا الارقام التسلسليه اللي غيلقاوها فيها هي نفس الارقام التسلسليه اللي كانت مخبياها، اللي يعرف شكون هو هاد دان كوبر. دونك داك الساعه بقاو دي زيبوتيز، كي دارت الفلوس وصلت لتما زعما ديك المنطقه راه بعيده نسبيا على ديك الغابه اللي نقص فيها، بعيده شويه. دونك كي دارت الفلوس وصلت لتما زعما علاش لقاو غير 5800 دولار وما لقاوش الفلوس الاخرى، شكون هو هاد دان كوبر؟ حيت ما قدروش يعرفوه في 9 سنين كلها، ما قدروش يعرفوا شكون هو هاد دان كوبر. كانوا عندهم 800 واحد شاكين فيه، جاو بزاف د لاليت خل اف بي اي كوم كوا هما دان كوبر، شي ناس كيقولوا كوم كوا هما دان كوبر، شي ناس كيقولوا كيعرفوا شكون هو دان كوبر، شي ناس كيقولوا بلي دان كو واحد قال لهم نيت كاع دان كوبر راه خايف. دونك 800 واحد كانوا معتقلين شاكين فيهم، ولكن 24 واحد لي فريمون كان عليهم الشك بزاف، حيت داك الساعه كانوا حاولوا رسموا البورتري ديالو، كان بارتو في لي ريزو كلشي كيهضر عليه، بارتو في لي ميديا كلشي كيهضر على دان كوبر، هاد لو فامو دان كوبر كلشي كيقلب عليه. حاولوا يرسموا تصويتو قامسا كيحطوها الناس في لي ميديا باش لا عرفوا شي واحد، ولا كان شي واحد كيعرف يبلغ عليه البوليس. لك ربع قلت لكم 24 واحد اللي كانوا كيشكوا فيهم بصح. التهمه اللي كانت على دان كوبر انها كتسمى اختطاف جوي، وهذا اختطاف جوي اللي لا مولاها ما باش في 5 سنين صافي كتسقط الدعوه، ما كيبقاش كيقلبوا عليه مثلا البوليس. فهذيك لي 5 هما حولوها بانها ماشي غير اختطاف جوي، ولكن رجعوها مساله تاع ابتزاز، والمساله ديال الابتزاز كتبقى تابعه لديك الشخص واخا يبان مور 50 عام يتحاكم يدخل الحبس، شحال ما بقى غابر زعما ماشي 5 سنين وغتسقط الدعوه وما يبقاش بانه كيقلبوا عليه، واخا زعما دوز عليها شحال ما داز الوقت غيبقى غيتحاكم. دونك لا لقاوه حتى دابا غيدخل الحبس ويتحاكم، فهمتوا لو كونسيبت؟ دونك قلت لكم كانوا 24 واحد، دازوا اعوام واعوام توجور ما كانش خبر على دان كوبر. دونك كانوا 4 المتهمين اللي كلشي كيشك فيهم، واللي كانت الاف بي اي بصح شاكه فيهم، والناس كلشي كانوا كيهضروا عليهم. نبداو باول واحد اللي سميتو ريتشارد. هاد ريتشارد حاول يدير نفس القضيه تاع الاختطاف الجوي اللي دارها دان كوبر. دونك حتى هو طلع في نفس الطياره
عطى لي ميم كونديسيون، دا نفس الحاجه، عطى لو مول مو ديفان تاع الطيران لوتيس دو لير، قال لها نفس لي كونديسيون، غير هو ما طلبش 200,000 دولار ولكن طلب 500,000 دولار. طلب حتى هو 4 باراشوت، حتى هو نقص في الظلام في الليل ايتو. دونك نفس القضيه اللي دارها دان كوبر دارها هاد ريتشارد، ودارها 4 شهور موراه، دارها 7 ابريل 1972. دونك كان تشابه فظيع بين ريتشارد والقضيه تاع دان كوبر، ولكن ريتشارد ما كانش تكيب حدا دان كوبر. دان كوبر ما خلى عليه حتى اثر، ما خلى حتى حاجه تقدر تثبت يعرفوه بها. هاد ريتشارد لا، خلى تيك لو بتي مو اللي كتبوا له تيست دو لير ولقاو فيه البصمات، خلى البصمات ديالو بارتو ماشي بحال دان كوبر. دونك هذا كان اول متهم اللي سميتو ريتشارد، وكانوا الناس كيشكوا فيه. وقلت لكم لان زعما القضيه الاختطاف اللي دارت هو اختطاف الجوي دار مشابه 100% ديال جان تاع دان كوبر، ولكن هو ما كانش تكي عليه. دونك قالوا البوليس ما غيكونش هو، ساشون كو هاد ريتشارد في الرحله الجويه نتاع دان كوبر اللي وقع فيها هذا الشيء، كان هو مع لا فامي ديالو كيحتفلوا بهذاك العيد اللي قلت لكم، هذاك العيد نتاع الشكر عند امريكان اللي هو ذا ثانكس جيفن. دونك وكان في واحد البلاصه بعيده لديك ديك المدينه اللي انطلقت منها الرحله. دونك قالوا سي امبوسيبل يكون هو، دونك حيدوه. دوزو المتهم الثاني اللي سميتو ويبر. ويبر 1995 مات. دونك اللي يهضر على هذا الشيء هي مراته. دونك مراته قالت لك مين كان على ما حسابك شافت هذا الكوبر وشنو كي مهضر عليه وشنو القصه ديالو وشنو دار ايتو هذا الاختطاف اللي دار هذا الشيء كله، لان قالت بان راجلها بصح هو كان خدام عسكري، دونك يعرف لي باراشوت، يعرف ينقص بالباراشوت. كان كان قلت لكم عسكري، كان كيعاود ليها بان كانوا ركابيه كيضروه، وكان عاود ليها بانه تقرح موحد التنقيزه نقصها من الباراشوت من الطياره. كان كيعاود ليها واحد النهار قبل ما يبانوا الفلوس كاع، يقام ديك الوليد في 1980 قلت لكم، قبل ما يلقى الفلوس ديك الوليد في 1980 داها لديك البلاصه اللي قلت لكم، ديك المنطقه اللي سميتها لويسلي حدا ديك النهر، داها تما. نهار الحادث ما كانش في الدار، كان هو مسافر في ديك المنطقه هذيك اللي كان فيها لو فواياج في الطياره. دونك المراه شكات وشكوا فيه، ساشون كو كاين تشابه بزاف في الوجه ديالهم، كيتشابه هو دان كوبر. دونك كان هو متهم، وكان متهم كيشكوا فيه فريمون الناس. دوزو المتهم رقم 3 اللي سميتو كينيت. هاد كينيت مات في 1994. في 1994 من كان كيموت قال الخاه بلي انني انا مخبي واحد السر كبير بزاف، ولكن ما نقدرش نعاودو ليك. دونك خاه بقى كيبادرو في الذهن ديالو شنو هو هاد لو سيكري زعما اللي غيكون مخبي عليا خاي، واي واحد فينا غيبقى ياكلو راسو يعرف شنو هو هاد لو سيكري. دونك كان واحد النهار كيتفرج في دوكيومونتير نتاع حد دان كوبر، حيت قلت لكم كان مشهور بزاف، كيتفرج في دوكيومونتير ديالو وكيشوف شي مواصفات نتاع حد دان كوبر كتشبه المواصفات تاع خاه، بحال قلت لكم ديك الشراب اللي طلبوا من طلع الطياره، الشراب اللي طلبوا المضيفه الطيران، هو نفس الشراب اللي كيبغي خاه بزاف. في الملامح الوجه ملي كيعاودوا تشابه كبير معاه ومع خاه. كيعاود بانه نيت مور الحادثه، قلت لكم الحادثه وقعت 27 نوفمبر 1971، قال لك بلي ان هاد خاه قال لهم سميتو واي اللي يمكن خاه والله ما بقيت عقله. دونك قال لهم خاه مور غير شهور قليله خاه شرا واحد الدار فريمون غاليه وما عندوش الفلوس، شرا واحد الدار غاليه بزاف وما عندوش الفلوس، امور الحادثه نتاع اللي دارها هاد الكوب. دونك كاين شك ملي جاب الفلوس، وقلت لكم بانه كيتعجبو نفس النوع الشراب، عنده لو ميم ستيل فيسيمونتير، كيشبه له شويه في الملامح الوجه، وحتى المضيفة الطيران من ورواها لوتيس دو لير قالت لهم كاين تشابه كبير بزاف بينه وبين دان كوبر، ولكن ما تقدرش تاكدوا لهم 100%، ما يمكنش تاكد 100%، ولكن فريمون اكثر واحد كان كيشبه لدان كوبر كان كيشبه له بزاف، غير انه اللي الاف بي اي خلاته ابار
وقالت حقا بانه قصير على قصير على الراجل اللي قصير على دار كوبر، حيت دار كوبر كان طويل على حساب الطول ديالو، وديكشي على حساب المواصفات هذا الراجل هاد اللي قلت لكم سميتو كينيت قصير على دار كوبر. دونك حتى هو حيدوه من المتهمين. ندوزو المتهم رقم 4 اللي سميتو روبرت. روبرت هاد المتهم هذا هو واحد العسكري وشارك في حرب فيتنام، دونك كان كيعرف مزيان مولف ينقص بلي باراشوت ايتو، دونك يشكو فيه زعما حس كان خابر ينقص بلي باراشوت. وداك قلت لكم نقص في الليل، اوف واحد الليله كانت فيها عاصفه كانت الشتا كطيح وفي الظلام، دونك كلشي كان كيشك فيه هاد روبرت هذا. وديما ملي كانوا كيتبعوه الصحفيين وكيبقاو يسولوه، حيت حد مات هذا في 2019، ملي كيبقاو كيتبعوه الصحفيين ويسولوه ما كانش كيقول لهم اه انا، وما كانش كيقول لهم لا ماشي انا، كيخليهم غامض وكيقول لهم لا هضرت انا، هاد لو سكري هاد القضيه نتاع دان كوبر غتسد. دونك ديما كان كيخليهم في الشك، ولكن الاف بي اي استبعدته كاع، حيت علاش استبعدته علاش الاف بي اي ما بقاش كتفكر فيه وما كتشكش فيه؟ علاش؟ حيت 2007 واحد المحقق مشهور بزاف، داك الساعه كان واحد المحقق كان في الاف بي اي مشهور بزاف اللي سميتو لاري كار. لاري كار واحد المحقق كان مشهور بزاف في الاف بي اي في 2007، غيعطي واحد الفرضيه واللي هي سوبوزون هي الفرضيه الصحيحه. الفرضيه اللي كتقول لان هاد كوبر كان اه فريمون ذكي، ولكن ما كانش خبير نقاص بلي باراشوت. علاش؟ قلت لكم طلب لهم 4 باراشوت، اختار هو جوج، واحد غير نقص بيه واحد يبقى سوكور. هو هاد كوبر اختار جوج لي باراشوت الخايبين، هاد لي باراشوت هادو ما تقدريش تحكمي فيهم، دونك انا نقصتي الريح اللي غيديك فين غتمشي، ماشي انت اللي غتحكمي في لي في الباراشوت. الوغ كو لي باراشوت اللي خلاهم انت يمكنك تحكم فيهم. قالوا هذا ماشي خبير في لي باراشوت، دونك ما غيكون لا عسكري لا والو، حيت اكثر المتهمين كانوا عسكر، دونك ما كانش خبير في لي باراشوت، كان عاد بدائي عاد بدا. شنو الفرضيه اخرى اللي قالوا؟ قالوا بانه ما كانش ذكي على شخور، ما كان قالوا بانه ما كانش ذكي عاوتاني. علاش؟ حيت نقص قلت لكم في الليل وفي في الليل بزاف وفي العاصفه نتاع الشتاء، ونقص في بلاصه خايبه زعما نقص في واحد الغابه في الغابه، نقص في واحد الغابه وديك الغابه فيها واحد النهر. قالوا كوم كوا مين نقص مع كان الظلام مع كان الريح ما غيقدرش يتحكم في الباراشوت ديالو، ونقص في ديك المنطقه اللي قلت لكم في ديك الغابه هادي كان فيها واحد النهر، دونك قالوا يقدر بالريح وداكشي ما غيتحكمش الباراشوت، راه طاح في النهر وكان فريمون برد والنهر كيكون مقلاص، راه الواحد خا كيقدر يتجمد في ديك النهر. دونك قالوا كوم كوا راه يمكن طاح في هذاك الواد وراه داه الواد، داكشي علاش ما لقاو عليه حتى اثر، حيت فريمون قلبوا ديك الغابه كلها تقلبات، ما لقاو عليه حتى اثر، ما لقاو غير شي حاجه تقدر توصلهم ليه، ما لقاو والو. دونك قالوا يمكن طاح في طاح في ديك النهر، ورا ديك النهر داه داكشي علاش ما لقاوهش. ونيت لي بوتيز نتاع ديك الوليد، ماشي لي بوتيز، نيت ديك الوليد من لقى ديك الفلوس ديك 5800 دولار لقاها حدا ديك النهر اللي حدا لويس، هذاك راه نهر واحد راه كيدور بديك المنطقه كلها. دونك قالوا يقدر يكون هاد دان كوبر طاح نيشان في الواد، داكشي علاش معاه كاين عليه تاثر، وديك الفلوس راه مشى هو والساكادو ديالو، ساشون كو كان لابس الحوايج تقال بزاف، قلت لكم كان لابس الموطو امبيرميه بالتقيل ولابس قبل ما وش راه غيولي متقل عليه، وهاز معاه في الساكادو ديالو 200,000 دولار اللي كتوزن اخر القليله 10 كيلو، دونك راه ثقيل بزاف. دونك كانت لي بوتيس نتاع انه طاح في الواد شويه كانت الواحد كيقتنع بيها، دونك يمكن طاح في الواد وداه الواد، وديك الشيء علاش ما باهش عليه اثر، حيت ديك الواد كبير وديك الواد كيكب في واحد النهر، وديك الواد قلت لكم كيكب في واحد النهر كبير بزاف سميتو نهر كولومبيا، وديك النهر كيكب في المحيط الهادي. دونك كانت هذه ايبوتيز يمكن تكون صحيحه، والفلوس قلنا لقاوهم حدا واحد في حدا الواد حدا واحد المنطقه سميتها لويس،
ولكن زعما علاش لقاو غير ثلاثة الربطات نتاع الفلوس بوحدها اللي طاحت زعما من الساك وتما بقات في ديك حدا ديك الواد؟ كانت شوية بيزار، ولكن يمكن لا توقع، يمكن من الساك هادو تقطع وطاحت منه ديك 5800 دولار هي اللي لقاوها، واللي والفلوس والخرا والساكادو هو وجود تاو كلشي راه كملوا طريقهم وراهم مشوا مع نهر كولومبيا، وراه يمكن راه في المحيط الهادي، والقنبلة نتاع دان كوبر راها في أعماق نتاع المحيط الهادي هي والفلوس الأخرى، وهي والجثة حيت ملقاوش كاع الجثة ديالو، هادي 45 عام مازال ما لقاو عليه حتى خبر. دونك مور 45 عام القضية تسدات، دونك صافي الشرطة الأمريكية الاف بي اي صافي ما بقات باغا كاع تهضر على هاد القضية، وزعما ما بقاتش كتقلب على متهمين اخرين، وما بقاتش كتقلب تعرف الحقيقة، وما بقاتش كتقلب تكون تعرف شكون هو هاد دان كوبر اللي كلشي كيقلب عليه، هاد الشخص المجهول، هاد الشخص الغريب، هاد الشخص اللي كان فريمون تكي. داز الوقت، هادشي قلتلكم وقع في 1971، قلتلكم في 2019 راه عاد مات داك المتهم الرابع، دونك القضية مازال جديدة. دونك مور ما تطور العلم، مور ما ولاو التحليل تاع الدي ان اي، مور ما ولاو التحليل تاع الحمض النووي، كانت مازال عندهم ديك لاك خافات اللي قلت لكم، لاك خافات الكحله اللي خباوها وكاو تفيدهم في شي حاجه من قبل، حيت داك الساعه ما كان يمكن لهم يستافدوا منها حتى حاجه، ما لقاوش ليها البصمات. دونك مين داروا لها التحليل تاع الدي ان اي تاع لقاو فيها واحد المواد الكيماويه اللي كتكون في التحاليل تاع الدي ان اي، قلت لكم ديك لاكرافات هذيك لقاو فيها واحد المواد الكيماويه نادره، وهذيك المواد الكيماويه ما تلقيهاش باختو، في ما تلقيهاش زعما فاسيلمون، كاينه في ديك في المعمل اللي كيتصنعوا فيه ديك الطائرات اللي سافر فيهم دان كوبر، الطائره اللي نقص منها دان كوبر. دونك قالوا يمكن هاد دان كوبر كان خدام في هاد الشركه نيس تاع الطيران، داكشي علاش كان عارف في هاد الشيء، وعرف كي يستدرجهم، وعرف كي يلعب لهم براسهم، وعرف كي ياخذ فلوس وديك الشيء. دونك كانت هذه القصه نتاع دان كوبر. لوقتنا هذا مازال ما عرفناش، ما عرفوش شكون هو دان كوبر، مازال هو الشخص المجهول، مازال غير الرسم ديالو اللي كاين. دونك كانت فريمون قصه مشوقه وعجبتني بزاف، انا بغيت نبارطاجيها معكم. كنتمنى تكون تنتم عجبتكم، ولا عجبتكم قولوا لي تحت في لي كومونتير، ولا بغيتوا دوطخ فيديو في هذا لو تيم هذا قولوا لي تحت في لي كومونتير. دونك تهلاو فراسكم، قراو مزيان وما تلاشيوش، وبقاو في ديوركم، كنبغيكم بزاف، باي باي.